هيك ما في هون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بهالجمال. يا اهلا اهلا وسهلا فيك. يا ما في شيء من قيمتك. بس نحن على شو علم. شو عم تعمل يا مجنون؟ مش شايف كبده مدري وينه؟ خسره معدتها ما بعرف وينيه. شو هالجمال؟ والله شو هالحلقة؟ بس عم تنزعلي الخسر اذا بلشنا اكل بالحلقة. ما لقلك ليش؟ الا الخسر يا فادي الا الخسر. الا الخسر يا فادي. لا تعطيني يا ولدي. انت شو بتجعلي؟ لانه نحن عرفنا اذا انت جعتي تبكي. انت اذا جعتي بتبكي واذا بكيتي بتخربينا بتفوتينا بالحيط. اي والله اي والله. بس منين عرفتي هاي الخبريه؟ كيف تبكي خبرينا؟ لا مش انه ببكي عادي. بتحبي تاخذي ولا بعدين؟ بعدين بعدين. كله وانبسطي دخيلك بس ما تبكي. خبرينا. اخر مره بكيت كنت بكوبا وعيت بكير من بعد 4 أيام لبلشت هيك اخذ شوي على الجيت لاج. واول مره كنت بنام 9 ساعات من بعد سفره كثير طويله. صح. وكذا يوم ما عم نام غير 2 3 ساعات لانه ما عم يزبط وقت النوم تبعي. فوعيت بكير ونمت بكير وعيت بكير وطلبت ترويقه ساعه ما اجت الترويقه. ساعه ونص انا بعرف. طيبت ساعه ونص. ايه هلا هون انا وعيت قلت هيك اطلبها عبال ما اجت بكون انا شو جعت. جعتي بس انا عبال ما اجت جعت كثير يا فادي. قررت تاذي. مش انه اذي مش انه حرام. عم تحكي؟ ايه ما كان وقتها كان نهار احد. ايه؟ وما كان في حدا ما بعرف ما كان في روم سيرفيس. ايه؟ غير شخص واحد. تلفنت شي 10 تلفونات. ايه؟ طبعا عم هدد وصرخ وانه بدي اكل هلا انه بليز اني ثينج. شو اسم الاوتيل لما يعني بس بيس اوف بريد يعني بس شيء اي شيء اي شيء تضحكوا علي باي شيء بس تاسكت لانه ما بقعد اتحمل وجع بس يعني شو ما تحملي علميا بيقولوا 20 يوم بيتحمل الانسان يعيش بلا اكل. لا انا بتفرق بطني كثير بصير وجع يعني عن جد. يا والدي انا بنفقت يا والدي شو طايبه بدي اسمع شو عملت بالويتر شو عملتي فيه. ماشي حرام انا ما عملت فيه شيء له. هو فات على الاوضه بعد شي 2 ساعة يعني روم سيرفيس ما تقولي لي تحت وهي هو لقاني اصلا اوريدي عيوني هيك. انا كان صار لي نص ساعه عم ببكي. يا الله يعني ماشي حالتي يرثى لها يعني بتقول بتقول ميت لحدا ريم اكيد. هيدي البكوه مش انه عاديه. واكلت كل شيء؟ شهقه في انفجاع يعني بالموضوع. سؤال وين معدتك وين حطيتيهم شو اكلت؟ وقفي بشرفك فرجينا وين المعده خسر يا عمي. ما شو فينا ما بصير هاي المسائل كله ما بصير عادي انت شو بتعمل بالحيط. طيب رح نحكي هلا نحكي ولا بحكي بحكي لا ولا لا ما بحكي خلي احكي ولا ما بحكي خلص احكي فيني طيب. احكي قول. يا عمي تبع جديد بعت وراي لاقدم هذا البرنامج اقولك لو بعت وراي بس كون انا المهبج قوم لاعمل والله تدقك دق يا فادي شرفك والله لكن من ايديك زي العسل قوم اعمل مهبش خليها تدقك والله قوم. لا 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 شو سر ابتسامتك هالهوليوود سمايل هيدي بتضلك كل حلقاتك عم تضحك عن جد شو جو كرم بقول له ميرسي على البسمه. طيب شو السبب؟ هو السبب من جوا يعني انت كله من جوا الاكل من جوا ايه ولا كله من جوا. الشيء الوحيد اللي ممكن كثير يزعلني بالحياه هو انه مش يزعلنا يعني انه عن جد ما بقدر كثير اشتغلت على حالي مش انه كنت هيك كل حياتي مسقطة البسمة لا شو حلوة كلمة مسقطة البسمة. ايه. طب ليك شوف لي بسمتي بركي بقطع كمان دعاية لحكيمتي انت ساقطة بلا البسمة رح ساقطة بالارض رح ساقطة بالارض. طب ليك بكل حلقة سو هيك بكل حلقة من برنامج دكو المهابيج كان عندك اطلالة ولا اروع لوكيت واغاني ولا اجمل شو أضاف هذا البرنامج لمسيرتك؟ أضاف شغلة كتير مهمة هي إنه الناس تعرفت على ريم. يعني أنا لما كنت بس عم بغني عم بعمل كليب بعمل حفلة بطلع ضيفة ببرنامج. أيه. ما في هيدا المساحة إنه المشاهدين والجمهور واللي بحبوني أو اللي ما بيعرفوني إنه يعرفوني أكتر. فتعرفوا على جانب من شخصيتي مختلف كلياً عن ريم المطربة أو الفنانة وتعرفوا على أنه بقدر غني كتير
أغاني مختلفة، أنواع أغاني مختلفة، لأنه أنا شوي كان الأغاني تبعي بوب أو هيك تراب ميوزك، حتى لو بغني خليجي أو عراقي بغنيها شوي أبيت كذا، منو الماس إيه، منو الماس تيست يعني، منو ذوق الجماهير الأكبر. وطبعا يعني تخرجت استوديو الفن ميدالية ذهبية عن فئة الطرب، فانه بغني طرب بس ما بقى فيك تنزل غنية طرب على طيب على الماركت. كنت بتتوقعي انه يوم من الايام بدك تتجهي لتقديم البرامج؟ هلا ليك هذا السؤال خطير جدا، انا ما اتجهت لتقديم. صار اتجهتي مش اتجهتي، رحت فت وكسرت الدنيا. بتقول ان شاء الله وتكمل ما حبيش. مش فينا ندق شيء، جيبوا لنا شيء ندق فيه. لا اقول لك شيء، انا صراحه اول شيء ثقت بنضال كثير كبيره كنا ومعرفته هو فيه الشخصيه، حب انه ريم معقول كيف العالم ما بتعرف هذا الشيء عنك؟ لا لازم. قلت له كيف بدها تعرف العالم انه انا بطلع بغني او بطلع بمقابله؟ انه ما بيكون هالقد في مساحه انه الناس صح تتعرف، وخاصه انه برنامج فني، يعني ما حاتجه اقدم برنامج سياسي او برنامج حواري. هلا فيه بقدر، بس انه لانه برنامج فني وانا بحب الفن، يعني ما بدي اترك الفن نهائيا، ممكن يصير في تحول بالفن اللي انا عم بقدمه. يعني ممكن انه يصير عم بقدم اغاني مختلفه، ممكن يكون هادفه اكثر. طيب مع تقديم البرامج عم بتمارسي هيدي الهوايه تتحولي هيك شاطره مالك؟ عندي شيء 17 كاركتر، الله عليك، بس متصالحه معهم كلهم، ماني مفصومه يعني، مش انه بنفصل. بس شاطره، برافو عليك. لا بس انه ب 100% انه هيك بقدر القط بسرعه اي شيء، بتعلم بسرعه. طيب ريم، الفنان لما يقدم برنامج ويستضيف فنانين غيره ويغني معهم وهيك، ما بحس انه في منافسه بينه وتحدي يعني بينه وبين هالضيف؟ ليك ما رح كذب عليك واقول لك لا، انا حسيت بهيدا الشيء بس مش من نابع منك يعني. فهمت. يعني انا حسيت ووصلني من الضيف، من الضيف، مش كلهم اكيد، بس يعني كثير كثير صعب تاتيانا انه انا كفنانه شيل الفنانه على جنب واعطي المساحه كلها للفنان اللي بوجهي، يعني هيدي بدها عن جد تخلي كثير وتجلي. كنت عم غني قليل بالبرنامج؟ كنت عم غني قليل لانه انا مستحي، ما لي عين اني انا استضيف فنان واقعد وضيف جاي لعندي وغني اكثر منه، وحتى ضيف جاي لعندك مثلا تحكي اكثر منه. مش هيك انا اليوم ما راح اغني اكثر منك. راح اسالك، بدي اسالك سؤال. قول. بدي اسالك عده اسئله عن دقوا المهبيج بشكل سريع. اول شيء شو مفرد كلمه مهبيج؟ يي مهبيج ولو بدي دقك مهبيج. بتصدقي نحن ما انتبهنا؟ ما هيك عم بمزح معك وعم بقول لك شو مهبيج. جاوبي. انا قصدي بدي اسالك، اي حلقه كانت بالنسبه لك كثير استثنائيه؟ فجاه لا اي حلقه استثنائيه. ليك اول حلقه كانت اجمل، يعني من اجمل الاصوات هادي خليل، بحب صوته كثير، بس انا كنت بعدني اول حلقه يعني، والناس يمكن ما بتعرف انه انا ابدا ما كان عندي تدريب ولا تمرين، واول حلقه كنت اول مره طلعتي على الهواء دغري انت. كان المفروض هيدي البايلوت يعني الحلقه اللي ما بتنعرض. بايلوت ما عملتي؟ لا بايلوت حتى ما عملت، كنت اول مره بشوف الاستوديو، اول مره بقعد، اول مره هالقد كانوا ثقتهم فيكي جديد هالقد يعني كبيره لدرجه بلا بايلوت بلا شيء يلا على الهواء؟ ليك هن يعني نعمل كاستنج زغطور بالجديد، ومن هيدا الكاستنج الربع ساعه دغري هن شافوك. يا ويلي يا ويلي. مين اكثر فنان استمتعتي بالغنى معه؟ هشام الحاج. اي طبق هو الافضل بالنسبه لك؟ اي طبق قدمه الشيف وكان الافضل لك؟ هلا انا كنت عم شم روايح بتعقد، بس انا ما باكل لحمه ودجاج. ف فيجن؟ ايه فيجن باسكيتيريان، باكل سمك وهيدا. اياها طلع مثل الحوريه باكل سمك. فكنت بطاطا المهوسه.
كبة البطاطا اوف اوف، حتى البندورة هيدي الجبلية مع ال اوعى تجوعي اوعى تجوعي، تقوم تدفعينا بكرة يا ويلي وغني من بعد لا 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 لا